من قلب مدينة الفن والجمال انطلقت أمس فعاليات الدورة 79 من مهرجان فينيس السينمائي، وده بحضور عدد كبير من نجوم العالم. في الدورة دي هيتنافس فيها 21 فيلم روائي طويل إلى جانب مجموعة من الأفلام الهامة العالمية والعربية التي سيعرض البعض منها للمرة الأولى على هامش المهرجان. افتتح فيلم وايت نويز للمخرج نوا بامباك الدورة 79 من مهرجان فينيس السينمائي، وشهد حفل الافتتاح أبطال الفيلم وهم أدم درايفر وغريتا جيرويك وريفي كاسيدي، بالإضافة إلى عدد من مشاهير العالم يلي زينوا الريد كاربت بالإطلالات المختلفة، مثل رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان جوليان مور، ويلي أطلت ببلاك جاون مطرز مع كيب من ميزون فالنتيني، وكذلك كاثرين دينوفا التي ظهرت بفستان أحمر طويل. والهوليوود جليمر والإطلالات الجريئة كان خيار تيسا تومسون التي خطفت الأنظار بسترابلس رافل توب مع سيكوين سكيرت من أرماني بريفي، إلى جانب جودي تيرنر سميث التي أطلت ببلاك جاون نسقته مع جرين جلوفز من جوتشي، يلي كان خيار ميلاني لوران هي الأخرى التي ظهرت ببليتد دريس. وبالتأكيد الفاشن مودلز كانوا بين حضور حفل الافتتاح لكونهم سفراء للعلامات المشاركة في رعاية المهرجان، أبرزهم أليساندرا أمبروسيو التي تألقت بهوت بينك سليت دريس من دار إرمانو شيرفينو، يلي كان خيار إليسا سيدنوي هي الأخرى، بينما ظهرت باربرا بافين بفستان أسود لامع من أرماني بريفي، وخطفت غريس إليزابيث الأنظار بواي سترابلس دريس من توقيع ألبرتا فيراتي، وكذلك اختارت فالنتينا سامبايو الوان شولدر دراب دريس من يذكر أن فعاليات الدورة 79 من مهرجان فينيس السينمائي ممتدة حتى 10 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من الأفلام السينمائية.